أهلا اتفضلي. سيدنا، مبروك يا سيدنا لينا لشعبك كله هنا في المهجر وفي مصر وفي كل أنحاء العالم. بنهني نفسنا بيك يا سيدنا، مبروك، ألف مبروك لينا إحنا أولا ولنيافتك. الله يبارك فيكم، وأنا أحتاج صلواتكم كتير. كتر خيرك يا سيدنا، احنا بنكلمك من قناة لوجوس وكلنا هنا فرحانين في المهجر بالاختيار ربنا واختيار السماء لعطية الله البابا تودروس الثاني. سيدنا، المهجر في فكر سيدنا البابا تودروس بيمثل ايه؟ اولويات سيدنا وفكره وافكاره من جهة المهجر، وايه اللي هيشوفه المهجر في الفترة الجاية في حبريتك يا سيدنا؟ طبعا اهلا بيكم في قناة ليكوس، وانا سعيد ان انا اتكلم وياكم النهاردة. والمهجر او كل الاقباط هو امتداد قوي للكنيسة وللوطن، وانا بشعر ان ده امتداد حي. وانا دايما اقول كده ان الاقباط والمصريين في كل كنائس العالم خارج مصر هم كنز، كنز للوطن وكنز للكنيسة وأيضا كنز للمجتمع اللي هم موجودين فيه. احنا بنشكرك جدا يا سيدنا ان انت بتعتبر ولادك كلهم كنز، دي حاجة كبيرة جدا، واحنا فعلا نفسنا نشوفك يا سيدنا. نتوقع زيارتك امتى؟ هل برضو ده في خطتك ان احنا نشوفك قريب هنا، في سواء في كاليفورنيا او في امريكا او في سائر بلاد المهجر؟ طبعا ربنا يدبر الوقت المناسب، لكن زي ما تعرفوا ان يعني البداية على ارض الواقع ان نبتدي من جوه، يعني الكنيسة وترتيبات الكنيسة في مصر باعتبارها الكنيسة الام محتاجة بعض الترتيبات كده الداخلية وتجديد المسؤوليات اللي موجودة فيها ودفع دماء جديدة علشان العمل ونشاطه. وطبعا الآباء الأساتذة الأحباء في كنائس المهجر بيشاركوا في كل الخطوات اللي تمت قبل كده، ويشاركوا بخبراتهم وبأعمالهم في كل الخطوات اللي جاية بعد كده. كتر خيرك يا سيدنا، بالنيابة عن قناة لوجوس وعن كل شعب كنيسة أمريكا وكاليفورنيا وكل الكنائس، احنا فعلا فرحانين وبنهني نفسنا بيك يا سيدنا، ونتمنى من ربنا ان احنا نشوفك معانا برضو سيدنا. قبل، معلش انا عارفة مش عايز اتعب نيابتك، بس قبل ما اقفل معاك المكالمة، معلش سيدنا، معانا دكتور نبيل باقي، واحنا عارفين ان هو عم قداسة البابا تودروس، فممكن برضو يكلمك. اهلا بيك. ايوه يا سيدنا. اهلا دكتور نبيل، ازيك؟ انا قلت لهم هيتوبوك الصبحية حرام. لا لا، مفيش تعب ولا حاجة، دورارين علينا خالص. سامحنا ان احنا، انا عارف ان جاي متأخر من اسكندرية، سامحنا معلش. اهلا. كان نفسها تعرف هل نيابة قداستك مقرر حاجة المهجر؟ مقرر حاجة معينة؟ مفيش حاجة اسمها قرارات دلوقتي، لكن الفكر يعني والاهتمام بكنائس المهجر والتبادل اللي موجود بين الكنيسة الأم في مصر وبين كنائس المهجر مش في أمريكا بس، في كل الأماكن، الحقيقة يعني عمل قائم ومستمر. وكثير من آباء المهجر أنا شفتهم في الأيام القليلة اللي فاتت، و يعني ليا نظرة إيجابية لكل كنائس المهجر. أنا ساوزن كاليفورنيا سيدنا، و نعم ساوزن كاليفورنيا تحت رعاية أمبسطراديوم لوجوس، موجودة هنا في لوس أنجلوس يعني. ف يعني كل شعب لوس أنجلوس حاليا بيسمع صوت قداستك، وهو بيدعي لهم بالسلام والفرح والمحبة، فقول لهم أي كلمة يا سيدنا. أنا بقدم محبتي للجميع، وسعيد جدا إن تكون أول مكالمة خارج مصر تكون مع هذه القناة، وأنا بحسب الوقت اللي كان يتوفر ليا أتابع بعض البرامج على قناة لوجوس، وعارف إن كل اللي بيعملوا فيها وبيخدموا بيجتهدوا إنهم يقدموا خدمة حية ورسالة قوية كده لكل المشاهدين. أنا سعيد الحقيقة إن ربنا يعطيني هذه النعمة،
وبصلي ربنا انه يستخدمنا لمجد اسمه كخدام في اي مكان نحب فيه، وسعيد بالاكثر ان الاباء الاساسه نيافه الانبا سرابيون ونيافه الانبا يوسف خلال الشهور اللي فاتت وفي كل الترتيبات وفي كل الخطوات كان لهم دور قوي جدا ولهم فكر واضح، والحقيقه انا بعتز بالاباء دول وبفكرهم وبمحبتهم. سيدنا قداستك احنا عارفين انه طبعا يوم الجلوس يوم الحد الجاي ان شاء الله يوم 18 اللي بعده اللي بعده، ايه اول الملفات اللي قداستك ان شاء الله هتبتدي فيها بما يخص شعبك في الكنيسه؟ انا عايز يعني اذكر ببساطه شديده ان من بعد نياحه مثلث الرحمات سيدنا البابا الأنبا شنودة واستلام دفة الكنيسة مع نيافة الأنبا بخوميوس، وكل الأمور مستمرة، وده يعني انتقال جميل للمسؤولية وخطواتها، ونشكر ربنا الأمور كلها ماشية حلوة. حضرتك تعرفي أن مثلا خلال الشهور اللي فاتت دي كلها نيافة الأنبا بخوميوس مثلا باعتباره القائم مقام رسم من الآباء الكهنة ما يقرب من 100 في القاهرة والأسكندرية والمهجر. مثلا في تدشين الكنائس دشن حوالي 3 أو 4 كنائس جديدة. يعني أقصد إن العمل مستمر والعمل قائم، وزي ما احنا شفنا فترة حكمة وفترة اقتدار في إدارة أمور الكنيسة. لما ربنا يعطينا هذه المسؤولية ونبتدي خطوات عملية لازم نبتدي بجلسة بالمجمع المقدس، والبابا مش بيشتغل لوحده خالص. حلاوة وبركة كنيستنا ان المشاركة فيها مشاركة جماعية بس في صورة وحدانية، ففي ملفات كتيرة بأفكار كتيرة، وبعتقد ان اهمها ان احنا نبتدي بالترتيب الاولويات جوه المقر البابوي من ناحيه السكرتاريه، من ناحيه الاتصالات، من ناحيه تحديد الاختصاصات، يعني الامور الاداريه وضبط العمل الاداري ازاي يكون منضبط ومفيد للكل. احنا سيدنا هنا احنا حلقتنا النهاردة كلها احتفالا بعطية ربنا لينا اللي هي قداستك يا سيدنا، بنشكر ربنا عليها وكلنا هنا مبسوطين. فانا معايا برضو في الاستوديو هنا نفسه برضو يهني قداستك ابونا بيمن كامل، فانا هسيب له برضو المايك يهني قداستك، فمعاك المايك ابونا. مبروك يا سيدنا للكنيسة كلها بقداستك، وانا كلمت قداستك النهارده الصبح وخدت بركتك. بس في سؤال لكل الشعب تقريبا يا سيدنا، خاص بلائحة 57، في اتجاهات قداستك ايه يا سيدنا للائحة دي؟ طبعا زي ما قصدك تعرف يا ابونا، وطبعا احنا على صداقة ومعرفة بقالنا سنين كتيرة خالص طبعا سيدنا من ايام السبعينات، وكنت قصدك بتخدم ويانا في كنيسة الملاك في وقت من الاوقات. ايوه سيدنا. وبالنسبة للائحة 57 مضى عليها حوالي 55 سنة وتغيرت فيها أحوال كتيرة بالنسبة للكنيسة. الكنيسة كانت الأول لوكال، دلوقتي بقت لها اكستنشنز في كل العالم، وبالتالي محتاجة إن اللائحة دي تتغير فيها مواد وتتعدل فيها مواد ويبقى لها نظرة مستقبلية. هي يمكن أكثر صفة في لائحة 57 إنها كانت يعني بتنظر لأرض الواقع فقط، النظرة للمستقبل كانت قليلة شوية. فبالفعل إحنا هنبتدي أول عمل نشتغل فيه اللي هو إعادة تعديل وتغيير وإيجاد مسودة جديدة وطرحها للنقاش العام داخل الكنيسة قبل ما نتقدم بيها للجهات المسؤولة. ربنا يخليك لينا سيدنا ويطول عمرك ويديم رئاستك على الكنيسه كلها سيدنا، ونشوفك في اوروبا ان شاء الله سيدنا. ناخد بركه. قداستك جيت اوروبا ايطاليا بالظبط 5 6 ساعات لو قداستك تتذكر.
انا رحت زياره صغيره خالص يعني في ميلانو عند نيافه الانبا كيرلس. تباركنا وتنورنا يا سيدنا وبارك ولادك كلهم في كل مكان في كل المسكونه كلها يا سيدنا. بنعمه المسيح بنعمه المسيح ابونا. ربنا يخليك لينا سيدنا طول عمرك. سيدنا قداسه البابا تودروس برضو معلش عشان احنا محتفلين هنا يعني فعلا الفرحه مش سايعانا هنا في كاليفورنيا وفي كل حته بجد بنيافتك بقداستك يا سيدنا فمعانا برضو بنحتفل بيك قدس ابونا لازرز ياسا وبرضو نفسه يكلم نيافتك قدسك قداستك. انا بس بطلب من قداستك تصلينا كتير 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 وعايزين نشوف قداستك وصوتك تعبان احنا عارفين احنا يعني we're bothering you so much سيدنا بس please forgive us we love you so much you filled every heart with joy and everyone was tearing for you سيدنا and praying for you may God strengthen and we know God's going to use you سيدنا pray for us سيدنا. Thank you very much. Thank you أبونا. Thank you. وأنا يعني أحمل محبة كبيرة للجميع وربنا يبارك في عملكم وفي خدمتكم خدمة المحطة يعني أو القناة وأتمنى اليوم اللي يبقى نشوفكم فيه ونفرح ويا بعض. Thank you, سيد. بشكرك جدا قداسة البابا تودروس ان انت غمرتنا بحبك ومبروك لكنيستك مرة تانية بشكرك جدا قداسة البابا تودروس وانا يعني محتاج صلوات كتيرة خالص من كل المشاهدين ومن كل الخدام والعاملين في قناة لوجوس ويعني زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت ان الصلوات والاصوام بتحقق المعجزات وبتحقق العمل وبتحقق السلام والمحبة انا احتاج صلواتكم دايما كتر خير سيدنا احنا اللي محتاجين صلواتك اذكرنا دايما في صلواتك وفعلا نتمنى من ربنا ان احنا نشوفك قريب جدا ربنا يدبر ربنا بشكرك يا سيدنا بشكرك الف شكر باركنا سيدنا ربنا يخليك باركنا ثانك يو ربنا يخليك وربنا معاك شكرا شكرا سلام ونعم سلام يا سيدنا حللنا ودعينا سيدنا